طيب ذكرت قبل قليل سيد حامد بأن هذه الميليشيا ليس لها قيادة وأصبحت عصابات وقطع طرق، ولكن اليوم ما الذي يحركها في هذا الإطار اليوم، في إطار المواجهة وفي إطار عمليات النهب، في إطار المواجهة مع القوات المسلحة بأسلحة ثقيلة أيضا، هل تتحرك من تلقاء نفسها؟ وخاصة أن هناك تصريحات من عبد الرحيم دجل وهناك تصريحات من حميدتي أيضا حسب ما أظهر بعض وسائل الإعلام. حميدتي لم تظهر تصريحات مباشرة، وإنما هي خلق لمحاولة إخفاء صورة أنه قد قتل أو قد خرج من ميدان المعركة. تصريحات عبد الرحيم ربما تكون كذلك، وهي لم تكن مباشرة، وإنما ظهور محاولة ظهور لإثبات أنه موجود لبس الروح المعنوية في القوات المنهزمة. هذه القوة المتمردة قد فشلت منذ اليوم الأول وفقدت السيطرة عندما ضربت مراكز السيطرة والإدارة والإرادة العسكرية المقاتلة لهذه القوات. وحتى كبار الضباط الذين كانوا هم تدريب القوات المسلحة، أكثر من 400 ضابط قد رجعوا القوات المسلحة بتوجيه القائد العام، والذين تبقوا من قيادة الدعم السريع كضباط إما هربوا أو قتلوا أو اختفوا. لذلك هذه المجموعات الآن ليست لديها أي إرادة وليس لديها أي إدارة تقودها نحو تحقيق أهداف محددة، وإنما بقايا سلاح ما تزال موجودة في أيدي مجموعة متفلتة تستخدمها في مقاتلة القوات المسلحة من جانب، ومحاولة استباحة الأحياء والمغارة المدنية من جانب آخر. هذا هو الوضع الذي يجري الآن داخل القوات الدعم السريع، لكنها قوات منفلتة ليست لديها إدارة ولا قيادة ولا حتى أهداف.